وبعدين يعني يا بهية هتفضلي حتى نقلك من نقل شكورة لحد امتى؟ لحد ما يبطل زن على دماغي. يا ستي ريحينا وبعيدوا البيت، خلينا نخلص من خناقة كل يوم دي. والله لما يطلع له شنب في قفاه من اوله غرضه ابدا. ده البيت ده هو الاصل يا صلاح،
ده بيت المعلمين كلهم، ابوك وجدك وجد جدك وجد. لكن انا مش معلم يا بهية، انا فندي ولازم اسكن في حته نظيفه زي زملائي كلهم. انا بصراحه بتكسف اعزم حد من اصحابي عندنا، هجيبه ازاي في الحاره اللي كلها قرف وخناق دي؟ يا بهية احنا لازم نبيع البيت ونعزل في اي حته، وكفايه عليك الشغل لحد كده. اه بقى الحكايه مش حكايه سكن وبس، انت بتستعر من شغلتي مش كده؟ بهية انا، لكن انت عارف اخلاقي شكلها ايه وبشتغل ليه وعشان مين. عارف يا بهية، وربنا هيقدرني وحقق لي كل اللي في بالك. حاجة واحدة بس، نفسي البيت ده اللي شبعت فيه لعب يشوفك ظابط ولابس البدلة الميري وبتهز الحتة هذه، وساعتها نعزل من الحتة دي وتبطلي شغل. ده يوم المنى عندي، يوم ما تقعدني في البيت وتستتني وما تحوجنيش لحد. بس اسمع، ليلة واحدة بس اللي هشتغل فيها بعد كده. ليلة فرحك يا حبيبي. طب يلا بقى شوفي لي الكرافتة السوداء عشان انزل اخد بخاطر المعلم حسونة. والله عشت وشفتك سددت مجالس الرجالة يا صلاح.